معكم من توا حتى الماضي ساعتين غير درجين إدراج منذر زنادي بالتفتيش وإحالته على قطب مكافحة الإرهاب ولجنة التشريع العام تصادق على مبادرة تشريعية لتعديل قانون الانتخابات. النائب يوسف طرشون يتحدث عن سيناريوهات للطعن مسبقا في نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 وحتى من قبل الإعلان عليها وإعداد حكومة موازية. المواضيع هذه وغيرها بالبنت العريض بعد لحظات. وفي ساعتنا الثانية ضيف الانترفيو رئيس مدير عام ديوان التطهير عبد المجيد بالطيب. كان عندكم أسئلة في الموضوع هذا مرحبا بكم على صفحتنا استوديو الوطنية سينات. نجمو كما تسمعونا على البوند أفيم تنجمو تتفرجوا فينا على لايف ستريمينج اللي أمن هنا كل من زاهر بن حميدة ودالي نصري على صفحتين استوديو الوطنية وصفحة الإذاعة الوطنية الرسمية على الفيسبوك. فاطمة العبار في التنسيق، حمزة صفار في الإخراج، رفيق دريدي ذيأدي الكريفي، سامي العرفيوي فريق الأعداد، ويرافقني في التحليل كالعادة خالد كرونة. تحياتي مرحبا. أهلا وسهلا، يومك طيب سي رفيق زيدا وكل الفريق العامل. إن شاء الله نكون كل التوانس اللي يسمعوا فينا بخير حيث ما كانوا. عندكم مشكلة مع المياه المعدنية؟ ليه الجو تبدلت نو علاها مشكلة مع المياه المعدنية؟ عندي عندي مشكلة مع مياه الأمطار مش مع المياه المعدنية. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. جودة المياه المعدنية المعلبة المتداولة حاليا بالأسواق وتشكيات بعض المواطنين من تغير المطعم من الكاليتي الجودة، هذا موضوع ذيأدي الكريفي اليوم في عينك على الإدارة تونسويت بالبونت العريض. بالبنت العريض رفيق دريدي تحياتي، اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا زينه، مرحبا سي خالد، مرحبا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا الكل. اول مواضيعنا اليوم في بالبنت العريض هو طبعا الخبر اللي كان هبط البارح على اساس انه النيابه العموميه في القطب القضائي لمكافحه الارهاب اذنت للوحده الوطنيه المختصه بالبحث في جرائم الارهاب بمباشره الابحاث اللازمه ضد محمد المنذر الزنيدي الوزير الاسبق من اجل تكوين وفاق ارهابي والتحريض على الانضمام له والتامر على امن الدوله الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئه الدوله وحمل السكان على مهاجمه بعضهم البعض واثاره الهرج في التراب التونسي وغيرها من التهم اللي قد يكشف عليها البحث، بالإضافة لإدراجه بالتفتيش وفق ما كانت تكدبته الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس. اعتبرت كونه فما مقاطع فيديو كان انشرها المنذر الزنيدي على صفحته الرسمية في فيسبوك تنجم المقاطع هذه تبث الرعب بين السكان وتدخل البلبلة، وذلك علاش تم اتخاذ القرار. والمقاطع هذه جاء على إثرها بيان للمنذر الزنيدي. التفاصيل بعد ما نستسمحكم نرفع لحضراتكم أذان الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله، حي على الصلاة،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بالبنت العريض تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. بالبنت العريض نحكي على إدراج منذر الزنيدي بالتفتيش وإحالته على كتب مكافحة الإرهاب. تحيتي مجددا رفيق خالد كرونة. نرجع لك للبيان الذي كان ربما السبب مباشر أكثر حتى من الفيديوهات اللي انشرها منذر الزنيدي. البيان فيه زوز نقاط توجه فيه منذر الزنيدي أو رسالة إلى نواب الشعب. يقول زوز تفاصيل راهو فما الفصل 109 رتب حالة الشغور الوقتي ويقول لهم لا خوف من المجهول. ما فهموه النواب وفسروتهم بعد مع رفيق نرجو على تصريح النائب يوسف ترشون في علاقة بالترتيب والحديث عن أحداث حالة شغور نهار 7 أكتوبر فراغ وشكون باش يترأس البلاد وقتها وأيضا حديث حتى على حكومة حاضرة اليوم يقول لك جهزنا هذا ونرجو عليه. ولكن زوز نقاط الكلام شو معناها لا خوف إذن من المجهول وراه الفصل 109 من الدستور رتب حالة شغور الوقتي لمنعش نسميه ناشط سياسي وزير سابق مترشح لم يتم قبول اعتماده يتوجه هل من حيث الشكل وأنت بليغ جدا في العربية خالد كرونة من حيث الشكل ماهوش رمي ورود ولكن من حيث الشكل هل يجوز أن نتوجه للنواب ونقولهم ما تخافوش من إذن من مجهول هل مجرد كلام أم كما يقول النواب هذا أمر دبر بليل. أول شيء يعني في هذا البيان الجملة الأولى فيه يتوجه فيها سي منذر الزنيدي إلى النواب بعبارة السادة والسيدات الأفاضل. النواب الأفاضل نعم الجملة الأولى هي نفسها جزء من السكوزوفرينية السياسية في البلاد هذه لأنه هو المنظومة السياسية التي أنتجت هذا البرلمان وهؤلاء النواب هي منظومة سي منذر وغيره رفضينها ويعتبروها منظومة تغتصب بالحكم ويعتبروها منظومة انقلابية ده. لكن أنا شخصيا مراش نفسي أهلية باش ننظر محل القاضي وفي تكييف التهم وفي هذا أمر معناها مو شغلنا لكن نخمم شوية بطريقة جدية. سي منذر الزنيدي في تدوينه بعد البيان اللي حكيت عليه زينة ثم ثلاث جمل في تدوينها عندها 15 ساعة تول 16 ساعة لما ثلاث جمل مفتاحية نفهم بها الموقف. قال نظام يحتضر مطمئن ومرتبكون قادم وراحلون ثلاث جمل هذه هي اللي نعتبر أن تنجم تفسر الوضع لكنها في نفس الوقت تنجم تخلق عندنا سؤال في كل بلاد وقعت فيها قيامة مثل ما حصل في ديسمبر 2010 وفي جانفي 2011 يفترض أن كل تلك المنظومة وكل أعلامها وكل وجوهها وكل رموزها وكل من اشتغل فيها بالحد الأدنى ينبغي أن يستحوا وأن ينسحبوا من المشهد. بالمناسبة عندنا برشا ناس من أبناء النظام هذاك التزموا مكانهم ونراهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي يرقبون المشهد وفهموا لدورهم التاريخي انتهى نعم. والسلام لا أكثر لا أقل سياسيا زي دورهم التاريخي في السياسة سياسيا. في الحياة السياسية برغم اللي فهم كفايات سي خالد بالطبيعة ما ثمش نظام سياسي يقوم في العالم حتى أسوأ الأنظمة اللي تقوم في العالم ما عندهاش كفاءات تستند لها بالعكس. كي نرجع للجملة المفتاحية الثلاثة النظام يحتضر أنت نفسك كنت في النظام اللي قال عليه الشعب يريد إسقاط النظام واللي تشوف النظام الجديد نظام يحتضر شوف لعبة الشعار. اثنين تقول قادم وراحلون والناس كل يعرفوا كلمة إرحل التي جابت العالم بعلاقة بالقيامة الديسمبرية وبجانفي نعم. به الجملة الثالثة مطمئن ومرتبكون يعني من أنت لتكون مطمئنا
ومن هم هؤلاء المرتبكون. جوهريا الحكاية أن يجيء شخص، وأنا شخصيا ما عندي حتى مشكل مع شخص منذر الزنايدي، لا له صاحبي ولا هو عدوي، وما عندي معه حتى مشكل شخصي، لكن لدي مشكل مع فكرة استقدام رموز من كهوف التاريخ تم استهلاكهم شعبيا وسياسيا، والتاريخ لا يمكن أن يعود إلى الوراء. المفهوم هذا أمر لا ينطبق عليه وبرك هو وغيره. ده. لكن من ناحية قراءة الواقع شنية هو؟ علاش اختفى دهرا ثم ظهر على 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 السطح؟ ظهر على السطح على خطر ثم أزمة سياسية في البلاد، ظهر كمترشح في توقيت على خطر ثم أطراف سياسية ترى اللي جنتها وفردوسها فقدته وتحب تعاود ترجع، وعندها علاقة بجهات أجنبية وكان يلزم يرشحوا شخص يتفاهموا عليه، وهو كان مرشح. مش أنا بالنسبة لي كمواطن ما نجمش نصادر حق أي شخص أنه يترشح مهما كان، هو مواطن تونسي، مواطن تونسي، لكن عندي شكوك أنه يعرف أحوال المواطنين التونسي لأنه يعيش بعيدا عنهم. مواطن تونسي نحب نجيبوه رئيس جمهورية كما جابونا الفتية الذهبيين بعد الثورة من الخارج، ما تذكر الفتية الذهبيين والفتية الفضيين متاعنا احنا لهنا. نعود نجيبه مرة هذية رئيس جمهورية، المرة هذية ما نجيبوهش على ظهر دبابة، أما نجيبوه على ظهر توليفة سياسية قانونية جديدة. هذا هو الموضوع. نستسمحك خالد كرونا نربط بكلامك بتصريحات النائب يوسف درشون البارح في استوديو الوطني عنا. مجموعة من معطيات المدوية الحقيقة كان البارح حدل بها النائب يوسف درشون، مش في علاقة فقط بمبادرة تعديل القانون الانتخابي، إنما في علاقة بالسيناريوهات اللي كان تحدث عليها على أساس كونه نواب البرلمان تقدموا بمبادرة تعديل القانون الانتخابي في علاقة بإسناد صلاحيات النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي عوض القضاء الإداري، لأنه يقول كون النواب حسوا أنه فما تهديد ومؤامرة من بعض الأطراف السياسية وحتى من داخل عدد من أعضاء المحكمة الإدارية حسب كلامه، اللي قال كونهم مرتبطين ببعض المتهمين في قضايا التآمر على أمن الدولة. المؤامرة هذه من بين سيناريوهاتها إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية وإعلان الفراغ في البلاد. يقول أنه الأطراف هذه نفسها محضرة روحها لما بعد سيناريو إلغاء الانتخابات بتركيز حكومة، يقول كونها جاهزة. من جهة أخرى قال النائب يوسف ترشون كونه فما 89 نائب وقعوا على مساندتهم لمبادرة تعديل القانون الانتخابي، ويقول زاد كونه القضاء العدلي عبر على جاهزيته للبت في النزاعات والقضايا الانتخابية، كما أكد كونه مقترح التعديل سيمر. نسمع التصريح. ليش في التوقيت هذا بالذات؟ لأنه اليوم احنا شفنا في القرار الأخراني وفي السلوك متاع المحكمة الإدارية وفيما أصدرت في علاقة بين ظفرين التهديد بأنه بطبيعة ما فماش تصريح رسمي، ولكن هذا قاعدين نسمعه فيه ونقرأه فيه، احنا نفهمه احنا كونه هذه الانتخابات نتائجها باطلة مسبقا. ايه انا شنو تحبني نعمل؟ نقعد نتفرج في بلادي ماشية الفتنة؟ ينجر علي انه انا وقت نقوم 7 اكتوبر ونلقى انه القرار اتخذ ببطلان الانتخابات بتصير حالة فراغ في البلاد، وفما مؤامرة، فما مؤامرة من طرف هؤلاء نستشفوه من بيانات احد المرشحين اللي ما تفكر بلاده كان وقت اللي بيشترشح الانتخابات. المرة دي استعملوا في المؤسسات بيجيبونا حكومات على ظهر قرار طعن في الانتخابات، ما هو عندهم برشا اسلحة هم الناس هذوم. ما يقال في كواليس البرلمان اليوم فما حكومة جديدة مجهزة effectivement او حكومة وزيرة الناس هذوم يحضروا في رواحهم. قال لك لماذا؟ قال راهو في وسائل الاعلام في الفترة متاع الفراغ هذايا وقت اللي نعلنوا بطلان نتائج الانتخابات رئيس المحكمة الإدارية سيكون رئيس الجمهورية. كلام خطير جدا. المبادرة هذه على عكس ما يعتقده البعض نحن نقوم بها لحماية المحكمة الإدارية. تركيبة المحكمة الإدارية الحالية حاجة والمحكمة الإدارية حاجة أخرى. هؤلاء القضاة نحن نعتبر أنهم خالفوا مبدأ الحياد. بعض أعضاء هذه المحكمة اليوم نعرف علاقتهم بمن يسمونه وهم مساجين سياسيين، ونحن لا نعتبر أن في تونس فما مساجين سياسيين، فما ناس متهمين في قضايا ترقى حتى إلى مسألة تهديد الأمن القومي، وهذا ما رهن الإيقاف من أجل التحقيق. فما 89 نائب وقعوا على مساندتهم لهذه المبادرة، كانوا موجودين معنا أعضاء يمثلوا وزارة العدل، هما قالوا حرفيا أنه القضاء العدلي هو جاهز لهذه المهمة. قالوا لا بالعكس عنده جاهزية وينجم يبت في المسألة هذه، والناس عندهم من الدربة ومن التكوين اللي هما ينجموا يؤديوا المهمة هذه بكل معناها سلاسة. وعليه اليوم نجم قولوا نهار الجمعة سيمر مقترح قانون تنقيح بعض أحكام القانون 16 المؤرخ في ماي 2014. وهذا هو
خالد ذكرونا كما كنت تسمع نائب يوسف ترشون في علاقة بالكلام اللي كان يتقال منذ قليل وعليه أصلا تحدث البارح وجع على البيان اللي كنا نحكيه عليه المنظر الزنادي اللي يقول فيه وتقول على إثر نيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للوحدة الوطنية المختصة أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد منظر الزنادي التهم تكوين وفاق إرهابي التحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض أيضا إثارة الهرج بتراب تونسي وغيرها من الجرائم اللي يكشف عنها البحث إضافة إلى إدراجه بالتفتيش. النيابة العمومية لم تتحدث عن التفاصيل ولكن تحدث عليها البارح يوسف ترشون اللي هو حكومة جاهزة وطعن محضرين مسبقا في نتائج الانتخابات. لهذا فما مبادرة اليوم نواب الشعب يقول لك نحن هات نهزوا المشاكل ونقحوا القانون الانتخابي نهزوهم المحكمة الإدارية للقضاء العدل. أول شيء صعب باش نفهموه بالنسبة لي كمواطن قام فيه مجرد أن أحد بعض الشخصيات السياسية لأنه سي منظر شخصية سياسية بقطع نظر على رأينا فيه يقول أو يفتي في أنه راه نهار 7 أكتوبر ما ثماش فراغ باش يصير وهو البيان اللي كل يتقري فيه منظرين معناها هو عنده توقع وعنده ما يشبه اليقين هذا كلاش قاعد يقول القادمون وراحلون عنده ما يشبه اليقين اللي ثم حالة باش تكون فيها وضعية متاع مخيفة للبعض باش يعتبروا اللي هي حالة فراغ لكن سي منظر برك الله فيه طمن فينا اللي هي ماهيش حالة فراغ. هنا باش نربطوا بين كلام سي منظر وبين كلام السيد النايب. نعم. واقعيا اش ثم؟ احنا تابعنا الازمه اللي وقعت منذ اسابيع طويله ما بين هيئه الانتخابات والمحكمه الاداريه. وناقشنا هذا في الاستوديو في البرنامج هذا وبين المحكمه الاداريه. جوهر الموضوع كي تفكروا سبق وقلت انا لهنا وزميلة نهارتها أنيس ما عجبتوش ياسر قلت للخلاف ظاهره قانوني لكن جوهره سياسي المسألة سياسية وقت بغطاس كان يريد وما زلنا وكنا على فرد كلمة رمانيش نحكيه على المؤسسة متاع المحكمة الإدارية باش نكون أنا واضح باش نكون أنا واضح لها الجميع الاحترام بارح النائب حتى النائب بارح لم يتحدث عن المحكمة الإدارية كمؤسسة تحدث بالطبيعة عن تجريح في بعض لا لا أنا لما نجرح في حد أنا بالنسبة لي القرارات التي تم اتخاذها من هذه الجهة ومن تلك كلتاها قرارات ذات طابع سياسي لكن كل قرار سياسي مصبوغ ب أو يلبس عباءة قانونية وكل واحد يولي يخلق يعني مبررات ومسوغات قانونية يدفع بها على موقفه وهذا حقه واقعين اش فما البلاد توا شنو اللي فيها وهذا هو جزء من النقاش العمومي اللي شارك فيه البارح السيد النايب معاك في الانترفيو ثم شكون يعتبر معناها المعارضين للمسار هذايا ثم شكون يعتبر اللي هذايا اغتصاب جديد للسلطة يعني الناس اللي كانوا قبل تحدثوا على انقلاب ومواطنون ضد الانقلاب وجبهة الخلاص ونعرفش شنية والتشكيلات الجمعياتية كل أولئك الفاعلين الذين يعتبرون أن هذا استمرار لنفس النهج وتبعا لذلك التمرد على قرارات شسم المحكمة الإدارية وقص عليه هذاك الخطاب الأول الخطاب الثاني اللي سمعناه البارح من النائب واللي نسمعوه من الناس اللي في السلطة السياسية أيضا لكنهم بصوتهم مازال خافت لأن النواب هم قطر كحدث تاريخي هذا أهم حدث سيعيشه مجلس النواب الجديد منذ وجده كنجو نقيمه شوية في السيفي نتاعه يعني مجلس النواب هو في تقديرهم اللي اغتصاب السلطة بقرار من 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 المحكمة الإدارية يمكن أن نقطع عليه الطريق بقرار من المشرع هذا توقع الحال باش يفهموا ومنطقيا الان حسب موازين القوى حسب ما نشوفه حسب ما قال البارح سي ترشون المتوقع ان مجلس النواب سيصادق على هذه التغييرات نهار الجمعه غدوه جدل قانوني في مساله الاعراف وهل المفروض قانون اللعبه لا يتغير الا قبل سنه على الاقل هذا كله نقاش فسلك قانوني وسالته البارح قلت له عاده في سنه لانه باش نكونوا واضحين والناس تسمع فينا راهو قضاء العدل
أحييك ديما سمعني. القضاء العدلي في وقت سابق كان هو اللي يبت ثم ما بعد 2011 ولا تبت في المحكمة الإدارية 2014 صح. وأيضا والقانون في الخارج موجود معناه ماهيش بدعة القضاء العدلي، ولكن سؤالي ليه كان واضح علاش في سنة انتخابية نجيو نقحوا القانون الانتخابي اللي هو جينيرالمون ما يصيرش في سنة المؤامرة. فقال لي اليوم جون أولا قال لي نحميو المحكمة الإدارية في حد ذاتها وننأى بها عن التجاذبات كمؤسسة، وثانيا لأن المعلومات اللي عندهم كنواب في البرلمان أنه هناك الأعداد لحكومة حاضرة يقول لك دافونس ورئيسها حتى شكون بالشد في الشغور كما قال في بيان منذر زنيدي الفصل 109 على تبحث شغور الوقت ولا خوف من المجهول والأمور هاي مريقلة سماه ما هو الكلام قالوا سي ترشون لا مش باش نجيبوا احنا من عندنا اللي هو اللي هو رئيس المحكمة الإدارية قالوا ايه عندنا من هنا المحكمة الإدارية في نظر النواب هذوما انا ما نحبش نكون في حتى موقف نحب نكون يقول لك ولاد جوجي بارتي بالنسبة ليه بالنسبة ليهم المحكمة الإدارية تريد ان تمسك بالسلطة خلينا نكون واضحين هذا هو هذا هما ارتأوا انه هات نهزوه للقضاء العدلي ونفكوا النزاع اي حكايه القضاء العدلي راهو هاك النقاش اللي معمول عليها في الشارع راهو النقاش لا معنى له القضاء العدلي ينجم روحه في القضايا الانتخابيه ولا هذاك نقاش فارغ. النقاش الجدي عند القانونيين والعارفين هو في الاجال نتاع التشريع هذاك النقاش اللي تسمع. اما القضاء العدلي طبعا قادر ومش قادر وعنده تاريخ في تونس وحضر وعنده تاريخ في تونس في فضل النزاعات الانتخابيه واكدوا منذ يومين جاهزيه القضاء العدلي للبت في الخصومات او في الطعون في حاله الشغلات الانتخابيه. بالتالي اليوم ولجنه التشريع العام صادقت البارحه على مبادره تشريعيه لقانون وتعديل قانون الانتخابات دونك غدوه تعتبر وانه سيمر غدا و6 اكتوبر سيكون بعدها يوم 7 اكتوبر مش لازم يوريونا الدنيا كاين السماء باش تطيح على روسنا ومطمئن ومرتبكون. نحن ايضا في كل الاحوال نحن سنكون مطمئنين اذا احترمت اراده الشعب هذاك هو اللي عندنا احنا وهذاك هي ايش معناها ما نكونوش مرتبكين. وحكايه قادم وراحلون نتاع سي منذر الزنيدي لا احد يستطيع ان يقدر من الذي ينبغي ان يقدم ومن ينبغي ان يرحل. اللي قرر الوحيد اللي عنده الحق يقرر في البلاد هذه هو الشعب. نواصل وزينا مع لجنة التشريع العام اللي قررت بالموافقة بأغلبية أعضائها الحاضرين البارح على التقرير اللي خص مقترح القانون الأساسي اللي يتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء. التقرير فيه 34 صفحة كانت نشر على الموقع الرسمي للبرلمان على انترنت. فلجنة التشريع العام بخلاف أنها وافقت أوصات الجلسة العامة للبرلمان غدوة بكونها توافق على التقرير وعلى تعديل هذا في قانون الانتخابات ومن المنتظر أنه يعقد غدوة 27 سبتمبر مجلس نواب الشعب جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في المقترح هذا اللي كانت قدم من طرف 34 نائب من مختلف الكتل. لكن سمعنا البارح النائب يوسف ترشون اللي يقول كونه فما 89 نائب وقعوا على مساندتهم للمبادرة هذه نستناو كونو العدد نعم. هذا ينجم بطبيعة يزيد. نمشيو للآتي الموضوع اللي بعده رفيق في علاقة اليوم بمنظمة الأعراف اللي تدعو هيكل اتحاد الشغل لنقاش معقول ومسؤول. اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان دعا في بيان صادر على وصدر وتنشر على صفحته الرسمية في فيسبوك هيكل اتحاد الشغل لمعالجة الموضوع بالنقاش المعقول والمسؤول حسب تعبير البيان وإمضاء الاتفاقية المشتركة فيما يخص المساحات المتعددة الاختصاصات اللي يقول كونها قامت فعلا بصرف الزيادات في الأجور دون انتظار صدور الملحق التعديلي. اتحاد الصناعة والتجارة تسائل على الجدوى من تنفيذ وقفات احتجاجية الجمعة هذه بالذات وعلى المغزى من وراء هذا تعليقا على دعوة الجامعة العامة للصحة والجامعة العامة للسياحة لتنظيم وقفات احتجاجية بدعوة تعطل إمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة للمساحات والاتفاقية المشتركة جديدة للمساحات الكبرى. نذكر كونه تم الإعلان على تنفيذ إضراب منتظر بالنسبة لأعوان المساحات التجارية الكبرى نهار السبت 28 سبتمبر ويقول
تقول منظمة الأعراف كونه تم إرجاء موضوع مراكز تصفية الدم إلى حين تسوية الملف التعريفي الخاص بالنوعية هذه من المؤسسات الصحية. مجددا الجدل مش جديد خالد كورونا والأعراف واتحاد الشغل. الأعراف تتسائل علاش توقيت هذا بالذات، باش نذكره لو جامعة العمل للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية كانوا مقررين الإضراب 31 أوت اللي فات، فتأجل من بعد غدوة 28 سبتمبر الجاري. يقول لك اليوم الأعراف هيت نقعدوا على الطاولة، هيت نفهموا، هيت نتفاوضوا، هيت كل طرف يفهم ما لديه وما عليه. خالد كورونا، ولا أنا معلوماتي المتواضعة في الموضوع أنه طبعا كما قال رفيق من ذحين المسألة مربوطة بالجامعة العامة للصحة وبالجامعة العامة للسياحة. نعم به معلوماتي للاتفاقيات المشتركة ما بين الطرف الاجتماعي وما بين نقابة الأعراف فيها تقريبا 39 اتفاقية. نعم. واللي ثم 35 أخذت طريقها إلى التنفيذ، وثم مجموعة من الاتفاقيات اللي كانت مضطرة أو كانت تشترط وجود ملاحق تعديلية، والملاحق هذه تأخرت. يعني الطرف الاجتماعي بالنسبة لي، وهذه مش أول مرة تصير، يضغط في نهاية المطاف مش باش يفتح مفاوضات جديدة. ما زاد يلزمنا نكونوا منصفين في هذا الأمر. ما هوش طالبين هم مفاوضات جديدة، هم طالبين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، ما عدا بعض الإشكاليات المتعلقة كما كان يحكي رفيق بحكاية المصحات وخاصة مراكز تصفية الدم، لأنه ملف متاعها كان معقد وذا أمور تقنية في ما عندناش وقت باش نفسرها. لكن من ناحية سياسية هذا هو الموضوع، مجرد الحديث عن نقاش متعقل والاستخدام المصطلحات هذه فيها إيحاء كأنه هناك تعنت طرف على طرف، هناك هناك طرف يعني متعنت. وفي الحقيقة هذا قلب الأدوار، لأنه في التاريخ دماء الأعراف هم اللي تعنتوا أمام يعني الطرف الاجتماعي. لا، ما كان الطرف الاجتماعي يش بدك ورقة الإضرابات ونعملك بلوكاج في الإنتاج وقتها واللي عنده ورقته. ما شوف وهذا اللي قاله بين منظمة الأعراف، يقول إيه نستغرب بالطبيعة من قرار تنفيذ وقفات بالجمع. نعم. هذا الأسبوع. أي هو إيش حاب يقول هذاك؟ حتى أنا كان جيت في نقابة العراف نكتب كيك. ولكن زاد الواقع، الواقع مش ما كتبه هذا الطرف أو ذاك. الواقع أن وقت ثم اتفاقيات كان المفروض تستكمل في وقتها، ثم ملاحق تعديلية تستكمل، ومازال ثم شوية وقت مش ياسر، أما ينجموا في نهاية المطاف كتاب جزء أنت طرف اجتماعي أنت تضغطي باش تستعجلي المسارات التي تم تعطيلها. الاتحاد التونسي ان شاء الله يكونوا وصلوا عنده خلال الساعات القادمه. ان شاء الله ان شاء الله يوصلوا يرتبوا الامور هذه، خاصه انه ما ثمش خلافات كبيره. نقول لك الخلاف اللي من اول البيان ربما واضح اللي هم مختلفين. الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره في بلاغه يقول لك دوره يتمثل في الامضاء على موافقه الغرف الوطنيه المعنيه بالاتفاقيات والملاحق التعديليه، مشيرا إلى أن قواعد المفاوضة الجماعية ومبادئها التي أقرتها النصوص الدولية ومجلة الشغل تقوم على حرية الانخراط في التفاوض والتعاقد، فلا يمكن إجبار أي طرف على هذا أو إبرام اتفاقية في حقه دون رغبة أو تفويض منه. إيه، ما ذيك هو اللي كنا مربط الفرق، ها البلوكاج وين بالضبط اللي كنا نعلقوا فيها أنا رفيق، لأن جماعة المصحات الوضع معناها كانوا ما ثماش جهة ممثلة رسميا، لكن هما جزء من المشكل. انا ما يعنيني من في القراءه السياسيه انه القول ان هذا الطرف متعنت وما يحبش يعني التصرف بمسؤوليه فيه نوع من الايحاء بان هذا الطرف يريد ان يسمم الاجواء الاجتماعيه. هذا اللي يعنينا من ناحيه من في التحليل، خلافا لي انا راني كنقابه اعراف متعاونه. حقيقه الامر اللي الزوز يلزمهم يلقوا حل منظوريهم، لانه لا البلاد تستفيد من من من, من ايقاف العمل ولا ايقاف الخدمات، خاصه من جزء منهم مربوط بقطاعات خدميه مهمه حيويه، وثانيا ولا هما ولا الاعراف يستفيدوا وقت اللي يصير ولا الطرف الاجتماعي يستفيد. يعني في الحقيقه ما عندهم حتى حل الا انهم يجلسوا وانهم يحلوا الامور هذه، خاصه انها اغلبها اتفاقيات حاصله معناها ما عدا الملف بتاع المساحات. أما العلاقة ككل خالد كورونا، تقييمك اليوم زلنا نجم نحكيه على علاقة متوازنة متكافية على مفاوضات تفي بالغرض وتكون ذات جدوى؟ ما هو معناها تو ثم نقطة أنا تجنبت قبيلة إثارتها، ما خلينا نوصلوا لها تو. نقابة الأعراف كي ترجعي شوية تقلبي صفحات التاريخ بضع سنوات الوراء، وزنها ومواقفها ما كانتش كما وزنها وموقفها تو. اتحاد العام تونسي للشغل وزنه ومواقفه ودوره
في الوطني والاجتماعي. صحيح. ماهوش تو هما الاثنين تو نقابة العرف صوتها خمد ولم نسمعه منذ أشهر طويلة في أي عدة نقاط، سواء اللي مست منظورها أو في الشأن العام، حتى في الشأن العام اختلفوا في الكل. نعم. والاتحاد الأوسط للشغل كيف كيف رناه بالتدريج انحسر دوره وانحسر مجاله. النتيجة هما الاثنين في حاجة، حتى هذا التنابذ بيناتهم تو ينفعهم الاثنين في أنهم يوفر لهم فرصة لإعادة الظهور كلاعبين في الـ في الـ في الـ لكن ما هيش في قضية كبيرة، بزنش نهوله منها وكأنه ما هيش قضية كبيرة، وأظن شخصيا أنه سيتهموا فيها. والبنك المركزي تحريك يقول قبل أنور السادات البنك المركزي يقرر الإبقاء على نسبة الفايدة الرئيسية تمام في 8% سي رفيق. القرار هذا زينة جاء بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي البارح، ويجي القرار هذا باعتبار أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم حسب ما أعلن عليه البنك المركزي، نظرا لما سماها بالمخاطر المستمرة اللي تحيط بمسار التضخم. وبين مجلس إدارة البنك المركزي أنه فما التواصل للتباطؤ التدريجي للأسعار عند الاستهلاك، ونسبة التضخم اللي بلغت 6.7 في شهر أوت 2024 مقابل 7% في شهر جويليا اللي قبله، إلا أن البنك المركزي أشار كونه بقى تضخم في مستويات عالية فوق 6% يعكس نسبيا تأثير ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الغذائية، نحكيه على اللحوم الحمراء والخضار الطازجة، واستمرار التضخم الضمني دون اعتبار المواد الغذائية والمواد ذات الأسعار المؤطرة. توقعات البنك المركزي الأخرى تشير لاستمرار الانفراج التدريجي للتضخم، اللي من المتوقع أنه يبلغ 7% على كامل معدل سنة 2024 مقابل 9.3% في عام 2023 ككل، يعني انخفاض سنوي بنسبة 2.3% مع المقارنة ب 2023. ومن المقرر ومن المتوقع كونه يوصل التضخم الأساسي لقرابة 7.2% كمعدل كامل ل 2024 مقابل 9.1% في العام اللي قبل. بعيدا عن الأرقام والفواصل، خالد ذكرونا إجمالا في وقت الخبراء المواطنين الناس اللي ماخذة قروضات كلها طالب بتخفيض فائدة نسبة الفائدة المديرية، البنك المركزي يبقى على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير 8%. يعني أنا التقطت ما كنت تقولين، ثم مثل يقول لا يفتى ومالك في المدينة. أيوة. مالك لهنا هو خبراء الاقتصاد، الخبراء تقريبا أجمعهم يجمعون على أن نسبة الفائدة المديرية مدام التضخم هبط شوية يلزم نسبة الفائدة المديرية تهبط. كي نقلب السؤال، كي تهبط نسبة الفائدة المديرية ينتعش شو يتحرك الاستثمار، كي نسألوا رواحنا شكون هو اللي يستفيد وقت اللي نهبطه في نسبة الفائدة المديرية، وشكون هو اللي يستفيد وقت اللي نحتفظه بها في 8%. الجواب باش نبدأ بالجواب السؤال الثاني خاطر سهل. الاحتفاظ بالفائدة المديرية في المعدل هذايا يستفيد منه رأس المال المصرفي، وهو كذا بشكل مباشر زي. نقطة لا نقاش بعدها. إيش حكاية شكون يستفيد من التخفيض؟ شكون يستفيد من التخفيض؟ مش كان فقط المواطنين اللي عندهم قروض كما أشرتي وكلامك صحيح، الأهم بالنسبة للشبكة الاقتصادية، الأهم أنه هو يخلق إمكانية متاع حفز على الاستثمار. صحيح. وقت اللي أنت تخلي الفايدة مثم برام، لازم الناس يفهموا اللي ثم برام معمول به في العالم الكل ما بين نسبة الفايدة المديرية، خطر هذه حاجة موجودة في كل بلدان الدنيا، وما بين التضخم، خطر التضخم مش مرض جاء الاقتصاد التونسي وحده، في العالم الكل ثم مشاكل التضخم، وخاصة بعد الكوفيد وبعد حرب أوكرانيا وبعلاقة بالتغيرات المناخية، يعني ثم مشكل دولي هذا، مشكل عالمي. لكن هما جنرال مو ثم برام من الواحد واحد ونص انترفال ما يفوتوش، معناه كيف انت عندك 6 نسبة التضخم يلزمك تطيح شوية على 8. صحيح. هذاك علاش الخبراء نتاعنا مش قاعدين هم يجيبوا في علم جديد، مش قاعدين يعيدون اكتشاف العجلة، قاعدين بحكم تكوينهم بحكم معرفتهم شنو يجري في العالم، وهم يقريوا في الاقتصاد في البلاد ويقريوا في أولادنا في الاقتصاد، قاعدين يقولوا يا بنك مركزي بجاه ربي عدل شوية أمورك ما دام التضخم هبط شوية، هبطنا شوية. خاصة مؤخرا وقت يزيد 3 مرات متتالية راهي ضربة قوية في الأثناء
علاش البنك المركزي كان يلتجئ للترفيع في نسبة الفائدة المديرية لحماية الدينار ولعدم تعويم الدينار كما عملت بعض البلدان العربية الأخرى؟ الفكرة اللي ماشي فيها البنك المركزي حتى في بيانه الأخير أنه هو بالنسبة ليه استمرار الحفاظ على نفس نسبة الفائدة المديرية بين ذفرين ضمانة بالنسبة ليه، لأنه التضخم نزيد نضغط عليه مش يطلع. الفكرة هذه أصلا في الاقتصاد ما هيش محل اتفاق في العالم بين الاقتصاديين. يعني ثم اقتصاديين ومدارس اقتصادية كاملة تعتبر اللي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية عمره ما كان إجراء ينفع باش يحد من 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 في المقابل من بيانات البنك المركزي وبيانات مجلس إدارة البنك المركزي كل يأكدون أو يحسون أنه علاقة شرطية بين التضخم وبين الفائدة المديرية. لا مش صحيح. أما علاش؟ على خاطر يلزمنا زد الرومان هذه نفركوها. احنا النظام المصرفي اللي عندنا وسبقوا علقنا عليه لهنا، النظام المصرفي اللي عندنا اخطبوطي وجائر وما هوش في خدمة الصغار وما هوش في خدمة الشركات المتوسطة وما هوش في خدمة الموظفين وما هوش في خدمة المواطنين من أصحاب الديون. هذاك علاش النظام البنكي مازال نظام يشتغل، بل بالعكس يمكن نجم نقوله يعني اللي هو رأس الحربة في استمرار الاقتصاد الريعي في تونس. نظام البنكي رأس الحربة، رأس الحربة يعني هو الكارتي جنرال متاعهم وهو القوة الضاربة متاع اقتصاد العائلات. وهذاك علاش بالنسبة لهم البنك المركزي هو بيدو حتى لو كان يعمل شوية خطوات ينجم يلزمه ديما يدرس تصرفاته معهم. وهذايا خاصة إحقاقا للحق وعودة إلى التاريخ، هذا منذ ماي 2016 عندما رفع نواب حزب النهضة في ذلك الوقت ونواب حزب النداء المتوفى قانون استقلالية البنك جميعا وافقوا على قانون استقلالية البنك المركزي اللي هو توا في موضع حتى هو بين الخبراء محل نقاش، لكن الغالبية الساحقة يعرفوا اللي قانون استقلالية البنك المركزي هو في نهاية المطاف أولا إملاء أجنبي سطروها بالأحمر، هذا إملاء أجنبي بعلاقة بالإفمي وبعلاقة بالدوائر المالية، وثانيا هو مزيد فتح المجال أمام هذا الذي سميته يعني مخلب العائلات الذي ينشب في 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 جسد اقتصاد البلد، مزيد إعطاء دعم له. يعني أول إجراء نحب نصلحه البنوك، وباش نعطي مثال واحد أنهي به تفضل ما طولش عليك ما طولش عليك. القروض اللي خذتها تونس الكل حسب من 2016 ملي خرج القانون هذا تاع استقلالية البنك المركزي، الصعق البنك المركزي معناه هو ولد تونس، هو ولد الدولة. نعم ولد الدولة، ولكنه ولا العزري أقوى من سيده كما يقول المثل الشعبي. هاو علاش قانون استقلالية البنك المركزي كي تمشي دولتك انت باش تاخذ قرض من الإفمي ولا من البنك العالمي يوافقولك. شنو هو الاصل باش يصير تجيله فليسات البنك المركزي؟ من حق البنك المركزي عنده نسبه صغيره ما نتذكرهاش 2% ولا ما نعرفش قداش يوظفها على على الوزاره المعنيه ولا على الحكومه ويعطيهم فليساتهم. قانون استقلاليه البنك المركزي يرجع يجبر البنك المركزي نفسه ها تحت عنوان الاستقلاليه انه الفليسات هذوك ما يتعدوا للوزاره ولا للحكومه كما يمروا بالبنوك الخاصه اللي وظفوا الدوبل من اللي وظفوا هو. جاوبوني تو وقتها هاو السؤال اللي لازم يفهموه المواطنين، يقول لي شكون عنده مصلحه في استمرار تداين تونس؟ كي تبدا انت عندك بنكة اسمها اكس مهمنش فيها بنكة خاصه باش تقعد انت تغامر تعطي فلوسك لزينه بتحب تعمل مشروع ولا سي رفيق رجل شاب يحب يعمل مشروع فاش قام انا ناخذ في المشاريع اما انا باش نضمن فلوس فلوس ناخذها بارده نخلي اقتصاد بلادي يهبط ويبرك باش انا ناخذ فلوس وياخذهم الافانس. في المقابل التخفيض في نسبه الفائده المديريه للبنك المركزي شنو ينجر عليه؟ يحفز لك النمو الاقتصادي بطبيعه الحال ويخلي لك الاقتراض خاطر بشكل مباشر اقل من التكاليف، دونك الاستثمار يولي اكثر جاذبيه. الاستثمار اللي تحدث عليه رئيس الجمهوريه وقال فيش يستنوا باش يستثمروا، هاو هذا حاجه واحد من البلوكاج. راهو 8% فائده مديريه ما هيش حاجه فريمون مميزه والا جاذبه للاستثمار ولدفع نسق الاستثمار وعجله الاقتصاد. هو بالمناسبه مادام يوم البرلمان اليوم هو تعدى سنة قانون تعدى قانون في البرلمان مطروح مقترح لا تعدى ذري لا لا مش على الاستقلاليه مازال ما وصلناش القدره ان نلغيو قرار قانون وصلنا السنه فقط نلغيو القدره اش معني لازم قرار سيادي قرار سيادي قرار سيادي لكن مع شكون؟ مع الجماعه اللي بالكدا
هذاك علاش هي المشكله، هي البراد فير في المجتمع ماهوش ما بين اتحاد الشغل وبين نقابه العراف. البراد فير الحقيقيه بين قله قليله تريد ان تضع كل مقدرات البلد عندها، وبين اتجاه الدوله الاجتماعيه الخطاب اللي تحكي فيه السلطه السياسيه تو، واللي هو مازال ما وصلش للتفعيل في الواقع. ايضا التخفيض في التمام او الفائده المديريه من شانه انه ينشط حركه البيع الشراء، عزيز لك الكونسوماسيون الاستهلاك اللي قاعد يتراجع، يخلق لك فرص عمل، يعزز النمو الاقتصادي. فما المانع وانه نربحوا هذا الكل مقابل تخفيض فائده مديريه؟ هم فيهاش ضرر؟ لا فيها ضرر، مش فيها ضرر للجماعة اللي كلهم مش للبلاد والعباد، هم قاعدين على رواحهم. تحكي على جماعة المونوبول بيان سور والقطاع البنكي، نحكي على الكارتيل البنكي، خلينا نستخدم المصطلح المناسب، نحكي على الكارتيل البنكي، نحكي على هذوما اللي سميتهم الكارتي جنرال نتاع لي رونتي نتاع المتنفذين نتاع النظام المخزني الريعي. هذيك هي هذيك جوهر الحكاية، هذيك هي. واليوم إذا كان الخطاب السياسي نتاع الدولة بدا يحكي على الدولة الاجتماعية، وبدا يحكي على يستعملوا في الكلمه هذه الوزراء والحكومه ورئيس الجمهوريه، يستعملوا في كلمات من نوع اللوبيات وكذا، ايش معناها؟ معناها ثم وعي صحيح بالحكايه هذه، وقيد باش يتحط على الطاوله باش نفككوا المنظومه. شكرا خالد كرونه، وحييك والتقيك الاثنين القادم ان شاء الله. شكرا سي رفيق الدريدي، شكرا لكم على حسن المتابعه. بعد نشره الاخبار نستقبل ضيفي رئيس مدير عام ديوان التطهير عبد المجيد بالطيب، هذه استوديو الوطنيه، مرحبا. ملهوش بالطيب يا قلبي يا طيب.